لما سيادة المستشار عمر مروان يعتذر يبقى ده إقرار إنه فعلا في تقصير، وهل الكلام ده على حالة بعينها وزير بعينه ولا هي حالة عامة إن الحكومة متجاهلة المجلس ما فيش التعاون الكافي أو الحضور المطلوب؟ أستاذة لبنى عايز أقول لك مثلا لا، لا يوجد تجاهل من الحكومة للمجلس، بالعكس عايز أقول لك على مدار على فكرة مش لبنى اللي قالت، إحنا بننقل ما نقلته الصحافة نقلا عن رئيس مجلس النواب. عايز أقول لك أحيانا بيبقى فيه طبعا يعني وزير بيوضع بيبعت النائب بتاعه أو أحد من الوزارة، إنما في الآخر هقول لك مثلا برقم محاسب من امبارح للنهاردة ما يزيد عن 14 أو 15 وزير حضروا واجتمعوا باللجان المختصة في كثير من طلبات الإحاطة والأسلام موجهة إليهم، ما فيش تجاهل. في هو فهم من الخبر انه شكوى من الحكومه كلها بشكل عام، شكوى من المحافظين بشكل عام، لكن ما فيش حالات تم تسميتها بعينها. لا، هو الامانه طبعا يعني اغلب وزراء الحكومه واغلب المحافظين واغلب من هم على راس السلطه التنفيذيه